السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير وسلام. لا تزال صباحات العيد في اليمن وملامح اليوم الأول حاضرة وعلى قدر جيد من البقاء رغم عوامل انحسار البهجة العيدية على الصعيد الاقتصادي، والذي انعكس بدوره على الصعيد الاجتماعي في أهم الدوائر اليمنية الأكثر تأثيراً وتأثراً بالعيد، وهي الأسرة اليمنية. تأثيرات الحرب لا تخفي ذاتها في اليوميات العيدية بالنسبة لليمنيين داخل اليمن وخارجه، فثمة فرحة مسروقة بفعل فاعل، ولا علاقة لمعاناة اليمنيين التي تتضاعف في العيد بالكوارث الطبيعية. إنها كوارث أمراء الحرب التي يدفع ثمنها شعب عرف الويلات أكثر من المسرات. الأسرة اليمنية مكلومة وهي تعيش مكابدات بعضها فوق بعض، فمن لم تغيبه الرصاصة أو القص غيبته المعتقلات، وبات الأهالي يرفعون صور ذويهم بما يشبه تلويحة الأيادي المتعبة للمعلقين في اللافتات، وهم المعلقون في قلوب أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم. وفي كل عيد تعبر القلوب المفطورة عن أشجانها وأحزانها. قذائف الميليشيا الوالغة في الدم اليمني لا تتوقف حتى في العيد، حينما حصدت عجلة الموت أرواح جنود في الجيش الوطني في مصلى العيد دون ما وضع حد لاعتبارات الشعائر المقدسة وحرمة مكان العبادة وزمان المناسبة الدينية. اللافت هو تشبث اليمنيين بالبهجة وإقبالهم على الحياة كشكل من أشكال المقاومة الوجدانية لسراق الفرحة والمباهج. وانعكس الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي التي نقلت بعض تفاصيل اللحظة العيدية لليمنيين في الداخل وفي المهجر. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني في هذه الحلقة يواكب اللحظات العيدية لليمنيين في أول أيام العيد. دعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعدها للنقاش. اليمنيون في العيد خليط من كل شيء، إصرار على الفرح ووجع كامل الحضور وأمنيات مؤجلة ومتعثرة وإقبال على الحياة وسعي إلى انتزاع الفرح على سبيل الكفاح من أجل الإحساس بالسعادة المؤقتة، كما تبدو لحظات صباحات العيد. هم اليمنيون في عيدهم الحزين، مكتوب على ملامحهم مكابدات السنين ومرسوم على وجوههم تفاصيل لها علاقة بخريطة البلاد التي هي الأخرى ليست على ما يرام، خريطة الوجع اليمني الممتد من عمارات الياجور في صنعاء إلى العمارات الطينية في شبام حضرموت. الأعياد في المدن تبدو أكثر مكابدة، فحمام الدور لا تطير في عيد صنعاء التي تبدو رهينة وحزينة فاقدة الحيلة والحيوية منذ أن وطئت عربة الديناميت للميليشيا ودارت عجلاتها في المدينة. تحولت الدولة فيها إلى أنقاض، وتحولت المباهج فيها إلى اعتيادات مكررة منزوعة الشغف. تعز هي الأخرى تعيش لحظاتها العيدية في المربعات الضيقة التي فرضت على المدينة منذ الانقلاب والاجتياح، وهي المدينة التي تعاني أيضا من النزوح والتهجير وشتات الأسرة التعزية التي يبرز أكثر في العيد، عندما تتفقد كل أسرة ذويها وتفتح ذاكرة لا ينقصها الجروح المفتوحة. بالنسبة للعيد في مارب الحمد لله، يعني كما تشوفوا مر العيد والناس في فرحة والأمور طيبة الحمد لله، وكل شيء كما يرام. اللحظات العيدية في المناطق المحررة مثل عدن ومأرب قد تكون أقل معاناة، لكن العيد لا يزال منقوصا وغير حاضر بكامل تفاصيله، وخصوصا في مأرب التي شهدت جريمة استهداف المصلين، وهي ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها الميليشيا مخالفة أخلاق الحرب وجميع الأعراف. اللحظات العيدية الأولى لدى اليمنيين يمكن وصفها بأقل من عادية على صعيد الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي حول أعياد اليمنيين إلى فرحة سرقتها الحرب على مستوى دخل الأسرة ومعدل الطاقة الشرائية الضئيلة من انقطاع الرواتب. الإصرار على الحياة وبث الفرح لا يزال حاضرا في المزاج الشعبي، باستثناء أحزان البيوت التي فقدت أحد ساكنيها إما شهيدا له ذكريات معلقة على الجدران، أو مختطفا لا يزال مكانه فارغا في السكن وعلى مائدة الطعام.
إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ستكون معي الأستاذة ريهام البدر، الناشطة المجتمعية عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة ريهام، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. نتساءل أستاذة ريهام عن العيد، يوم العيد الأول في تعز، والذي حتما لم يخلو من فرحة وأيضا لم يخلو من مسببات ألم. نود أن تخبرينا عن عيد تعز في يومها الأول. تعز شهدت اليوم احتشاد كبير في ساحة الحرية ولأداء صلاة العيد. شهدت أيضا بعض مظاهر الفرحة في شوارع المدينة، لكن هذه الفرحة التي رسمت على معالم المدينة وعلى وجوه الأطفال خلفها كثير من المعاناة. لا يخفى عليكم أبدا أن هذه المدينة هي مدينة محاصرة منذ 3 سنوات. هذه المدينة هي مدينة تقصف حتى في أيام العيد، مدينة قطع عنها أيضا الرواتب، وهذا أثقل كاهل الأسرة اليمنية. لم يستطع الأطفال في المدينة أن يحصلوا على القدر الكافي من الفرحة التي من حقهم أن يعتنقوها في مثل هذه الأيام. لا حدائق، لا متنفسات، بالإضافة إلى أن الأهالي لم يستطيعوا شراء أبسط الاحتياجات الخاصة بفرحة العيد. وكما ذكرتم في التقرير، خلف هذه أيضا البسمة التي تصنع من بين أكوام من الركام، حزن شديد على كثير من الشهداء الذين سقطوا خلال 3 سنوات من القصف المستمر على هذه المدينة، أيضا على المعتقلين. هناك معاناة خلف كل ابتسامة. الكثير من الأسر اليوم تعانق فرحتها في المقابر، في زيارات خاصة بالشهداء الذين سقطوا خلال 3 سنوات الماضية. نعم، يعني رحمة الله عليهم، وبطبيعة الحال نحن نقدر هذه المعاناة التي يعيشها اليمنيون عامة وفي تعز خاصة لأكثر من سبب. أود أن أسألك يا أستاذة ريهام، يعني ما هو أبرز شيء طبع في ذهنك اليوم كأول أيام العيد؟ هناك الأشياء التي طبعت في أذهان الجميع اليوم، أن هناك محاولة للتمسك بالأمل. كل ما ذكرنا من أسباب تخنق هذه الفرحة، إلا أن أبناء الشعب اليمني وخصوصا في محافظة تعز مصرين على صنع الأمل. هناك ابتسامة كانت خافتة بين الأطفال، أيضا السلام الذي كان بين الأسر التي أرادت أن تشارك بعضها البعض أو أن تواسي بعضها البعض في هذا اليوم. هناك إصرار كبير على أن يستمر الأبناء وأيضا الأسر باصطناع الفرحة للخروج من جو الحرب الذي ما زال مستمرا عليهم يوما بعد يوم. نعم، إذن بالنسبة للوضع الاقتصادي، حدثتنا أستاذة ريهام عن عدم وجود الرواتب، انغلاق الحياة، المدينة محاصرة تقريبا، ظروف اليمنيين يعني بالغة الصعوبة كما نعلم. كيف واجه يعني أو أثر هذا الأمر على العيد كمناسبة تستهلك الكثير من ميزانية الأسرة اليمنية؟ بالفعل الوضع الاقتصادي يكاد يكون متدهور جدا في محافظة تعز، يعني خلافا عن كل المحافظات، وذلك لانقطاع الرواتب وأيضا لحصار المدينة. هذا ما جعل الثقل الاقتصادي والأعباء الاقتصادية كبيرة على كاهل الأسرة اليمنية أو الأسرة التعزية، وهذا ما قام عدد من الناشطين والمبادرات الشبابية بمحاولة تخفيف هذا العبء عن طريق المساهمة في بشراء الكثير من الأشياء، منها أضاحي عيد الأضحى. تم الذبح وتوزيع الكثير من الأضحيات على الأسر الفقيرة والمحتاجة داخل المدينة لرسم جزء من الفرحة التي قد تكون سرقت خلال 3 سنوات الماضية. بالإضافة هناك عدد من المبادرات التي عملت على صنع الكعك وشراء بعض الألعاب البسيطة والصغيرة وتوزيعها على الأطفال في الساحات أو في الشوارع. نعم،
هذا ربما هو دور الإسناد المجتمعي الذي كنت أود أن أسألك عن وعن مدى بروزه. يعني ما شاء الله شباب ناشط لا يتوانى عن رسم الفرحة في يعني أكثر المناسبات، ربما يحتاج الفرد أن يكون مع عائلته في رمضان، في عيد رمضان، الآن عيد الأضحى أيضا، يعني في الشارع اليمني وخاصة في تعز، كم كان حضور هذه المبادرات المجتمعية أستاذة ريهام؟ طبعا مع صعوبة ممارسة العمل المدني في محافظة تعز بسبب كل الأسباب التي ذكرت سابقا، منها القصف، منها الحصار، منها صعوبة التنقل، إلا أن هناك منافسة كبيرة جدا بين المبادرات التي يقودها الشباب الناشط في محافظة تعز من أجل رسم البسمة في ملامح الأطفال أو لتعويض الأسر التي فقدت الكثير، مثل العائل، مثل المنزل. نحاول كثيرا في محافظة تعز أن نقدم الشيء البسيط لهذه الأسر التي أصبحت تعاني ويلات الحرب منذ 3 سنوات مستمرة. كما ذكرت لك سابقا، هناك الكثير من المنظمات أو من المبادرات الشبابية التي يتسابق فعلا أفرادها لتقديم الكثير لهذه الأسر. طبعا هناك صعوبات مادية أيضا تواجه هذه المبادرات، لكن بشكل أو بآخر يستطيع هؤلاء الشباب أن يقفزوا على هذه التحديات ويصلون إلى الأطفال، يصلون إلى المحتاجين، يرسمون جزء من البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال. نعم، إذن أستاذ ريهام، يعني كان هناك وعود متكررة من قبل الحكومة أن يتم التعامل مع تعز كمدينة محررة فيما يخص مسألة توزيع الرواتب، إلى أين وصلت هذه الوعود، يعني خصوصا القطاعات المدنية والعسكرية؟ هناك الكثير من الوعود السابقة وخلال الأشهر العشر الماضية أو قد تكون الآن وصلنا إلى السنة. كل ما يحدث هو معالجات طفيفة جدا، أحيانا يكون بتسليم نصف راتب للموظفين المدنيين أو بالنسبة للعسكريين هناك رواتب، لكن لا تتعدى تسليمها كل شهرين أو كل 3 أشهر، وهذه بالفعل ليست حلول جذرية لهذه المشكلة. الحل الجذري الذي يجب على الشرعية أن تتنبه له أن تكون هناك آليات واضحة في عملية إعادة تفعيل مؤسسات الدولة للتعامل مع تعز كمدينة محررة، وهذا لن يكون إلا بإعادة المؤسسات، بإعادة مباني الدولة، أيضا بصرف المرتبات وبشكل شهري وبشكل منتظم. في بهذه الحالة وبهذه الآليات قد نستطيع تجاوز الشيء الكثير، قد نستطيع التعامل مع تعز كمدينة محررة ولو بشكل محدود جدا، وذلك لأن الحصار ما زال قائم على مدينة تعز من أكثر من منفذ. إذا كانت الشرعية بالفعل تحت نعم، يعني نحن نلاحظ أستاذة ريهام يعني أن يعني اليمنيين بشكل عام يعني يصرون على خلق الابتسامة والفرحة. تحدثتي في بداية حديثك عن عدم وجود متنفسات ولو بالحد الأدنى بالنسبة للأطفال. أتسأل يعني في المناطق المحررة أين دور السلطة المحلية في توفير أبسط ما يمكن توفيره لهؤلاء الأطفال الذين أرادوا صنع الفرحة من قلب الحرب؟ بالنسبة للسلطة المحلية، السلطة المحلية يكاد يكون دورها مقتصر حاليا على تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات النظافة، خدمات توفير المياه. السلطة المحلية تكاد تكون شبه مشلولة حاليا في محافظة تعز، وذلك كما ذكرنا سابقا عدم وجود مؤسسات للدولة أو حتى الميزانية التشغيلية لهذه المكاتب التي من خلالها يتم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. لكن أعود وأقول أن هناك أيضا عدد من المبادرات التي تحاول أن تصنع في الأحياء أو في بعض المساكن أو الأماكن
طبعا لا وجود لأماكن آمنة، ولكن الشبه آمنة، عدد من الألعاب البسيطة مثلا لجعل الأطفال جعلها متنزه للأطفال. أيضا ساحة الحرية هي أصبحت نموذج مصغر لاجتماع الأطفال وممارسة بعض الأنشطة أيضا للعب في هذه الساحة. أما بالنسبة للسلطة المحلية فيكاد يكون دورها مشلول في هذه الفترة، وكل ما تحاول تقديمه هو الخدمات الأساسية للمواطنين. نعم، إذن ابقي معنا أستاذة ريهام، تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة حبيبة راجع الصحفية من صنعاء. مساء الخير أستاذة حبيبة. مساء النور، مساءكم عيد. أهلا بك وكل عام وأنت ومن تحبين بألف خير وصحة وسلامة. وأود أن أسألك، كيف قضت الأسرة اليمنية في صنعاء عيدها في اليوم الأول، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع الرواتب وسلطة الميليشيا وموجة الغلاء وأيضا يعني القصف الذي يزورها بين حين وآخر؟ بداية وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، هي طبعا للرجال الميدان أيدكم نصر، أيدكم تمكين، أيدكم بإذن الله شرعية نأمل بها أن تعود الدولة المدنية وأن تعود لنا حقوقنا هي الشعب اليمني الصابر. كل عام وأنتم في خير بإذن الله، وكل عام ونحن نأمل في السلام وسنسلم بإذن الله بعودة الشرعية. هي طبعا كمان للمختطفين في سجونهم كل عام وأنتم في فرج، ولأحاليهم بإذن الله وكل عام هم أحرار وسنرى بإذن الله حريتهم وسنسعد معهم. طبعا حال صنعاء لا يخفى على أحد بحكم الميليشيا، كما أن التوتر الأمني الذي كان قبل العيد أضاف الكثير بين أطراف الانقلاب. صنعاء شهدت أوضاع اقتصادية متدهورة جدا، أعتقد تم تسليم نصف الراتب للبعض، أحنبوا بالأصح أحنبوا الشعب بهذا نصف الراتب، كان مجرد تسكيت أو أنه هدوء بعد الحملة التي قام بها الطرف الآخر الانقلاب، حملة أنا نازل وما إلى ذلك، كانت مجرد التسكين. اليوم صباحا يوم العيد تم انتشار نقاط أمنية لتبع ميليشيا الحوثي، مما أتى إلى إثارة الرعب. لماذا تم هذه الانتشار صباحا في يوم العيد؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سترقبه أهالي صنعاء مع هذه الأوضاع المتوترة بين أطراف الانقلاب؟ الأوضاع الاقتصادية غلاء كبير جدا، نرى نحن في عيد الأضحى وكما أن الدين الإسلامي أمر بالأضحية وما إلى ذلك، نرى أسواق الأضحيات فيها برود كبير جدا في البيع والشراء بسبب الأوضاع الاقتصادية. كما أن السجون منع أهالي المختطفين من زيارتهم. يعني سنتحدث عن أهالي المختطفين، قبل ذلك أستاذة يعني أود أن تحدثنا أيضا تأثير هذه الأزمة المعيشية على بهجة العيد. عادة يعني يستطيع اليمني انتزاع الفرحة، يستطيعون يعني رسم البهجة خاصة يعني على الأقل على وجوه الأطفال، هل لمستي ذلك في هذا العيد؟ أكيد بالتأكيد، هذا ما يميز الشعب اليمني، ما يميز الجلد الذي في نفوس اليمنيين، رغم الفقر، رغم ما يحدث، رغم كل الانفلات الأمني، رغم أنه لا يأمن قوت يومه ولا يأمن على حياته، ولكنه رغم ذلك يسعد، رغم ذلك نجده يلبس القديم وترى الابتسامة على وجهه ويأمل الخير ويتمنى الخير ويدعو للسلام ويسعد بأطفاله بأبسط الأشياء. نرى الناس رغم الظروف المعيشية لأنهم يتزاورون، إلا أنهم يتحدون الحرب، يتحدون الوضع، يتحدون الوضع الميليشياوي الذي نعيشه في صنعاء. لازالت في النفوس سعة في أن تتحدى ما هي فيه. نعم، نعلم أستاذة حبيبة يعني بأوضاع كثير من الأسر اليمنية التي ربما فقدت ابنا أو أبا أو أخا في أي ظرف من ظروف الحرب، وهناك أيضا معاناة أمهات المختطفين اللوائي، يعني في كل مرة نذكر بمأساتهن ومأساة هؤلاء المختطفين. ماذا عن أهاليهم في رحلة بحث يعني قيد المجهول كما نسميها، بلا عناوين، بلا جهات مسؤولة، بلا ردود تطمئن هؤلاء الأمهات؟
طبعا مع ذكرى 30 أغسطس، لذكرى الاختفاء، ذكرى اليوم العالمي للاختفاء القسري، أدانت رابطة أمهات المختطفين مع أمهات المختطفين مما يعانيها المختطفون داخل السجون، مما يعانيها الآلاف وطن مخطوف فيما تعنيها الكلمة وسط سجون ميليشيا الحوثي وصالح. في هذا اليوم تمت الإدانة بما يعانيها المخفيين قسريا. نحن داخلين على العام الثالث وأهالي لا يعلمون عن أبنائهم شيء، فهذه كارثة بما تعنيها الكلمة. لدينا من الكوارث التي تحصل في هذه الأيام، أيام العيد، الابتزاز المالي في السجون لأهالي المختطفين. إذا أرادوا أن يدخلوا لهم شيئا أو أراد أو أوهمهم بالخروج يتم ابتزازهم بملايين بما تعنيها الكلمة، ملايين. يعني نرى بعض الأسر تدفع الكثير من الفلوس مقابل أن يخرج أبنائهم، ولا فائدة، مجرد ابتزاز وسلب للأموال. كما أنه قبل يومين تم تعذيب أحد المختطفين في سجن هبرة تعذيب مبرح لاكتشافهم بحوزته تليفون شخصي. تم خلعه من ملابسه وتعذيبه حتى أغمي عليه ولم يتم إسعافه. كما يخفى علينا أحداث السجن المركزي عند الفوضى التي حدثت في السجن المركزي وشنق أحد السجناء نفسه. يعني السجون كوارث إنسانية داخلية بما تعنيها الكلمة. نعم، أعان الله الأمهات يعني على هذه الأوجاع المتوالية، يعني اختطاف وتغييب، وأيضا معلومات عن هذا، عن كل هذا التعذيب. نسأل الله لهم الفرج. شكرا جزيلا لك حبيبة راجح الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذة ريهام، أود أن أسألك أمنيا كيف هو الوضع في تعز وكيف مر اليوم الأول من العيد؟ بالنسبة لليوم الأول من العيد مر بسلام تام، لم يكن هناك أي شيء يخص الوضع الأمني سوى بعض القذائف التي كانت تنهال على المدينة تصل إلى ضواحي المدينة. الوضع الأمني شيء طبيعي جدا في ظروف الحرب أن يوجد انفلات أمني نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وضعف شديد في الأجهزة الأمنية وأيضا غياب النيابات والمحاكم. من الطبيعي جدا أن يكون هناك مظاهر للإنفلات الأمني، هناك حوادث للسرقات، هناك حوادث للقتل، لكن اليوم مر بالنسبة للأمن الداخلي مر دون أن تشهد المدينة أي حادثة تذكر. نعم الحمد لله. أخيرا أستاذة ريهام، يعني لمن توجهي رسالتك في يوم العيد بالنسبة للمجتمع، للحكومة، لمن تحبي، للمجتمع الدولي؟ هناك العديد، حقيقة هناك العديد من الرسائل التي يجب أن تظهر لكافة هذه الأطراف التي ذكرتها. هناك رسائل يجب أن تصل إلى الشرعية، وهي أن تنظر إلى مدينة تعز، إلى محافظة تعز، أيضا صرف المرتبات إلى هذه المدينة. أيضا هناك الكثير من الواجبات التي يجب على الشرعية أن تجد لها آليات حقيقية داخل مدينة تعز، منها إعادة مؤسسات الدولة، صرف الرواتب، الاعتناء بالنازحين والمهجرين قسرا من منازلهم، أيضا الفقراء أو من طحنتهم هذه الحرب، بالإضافة إلى أن هناك رسائل يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي وأيضا مكاتب الأمم المتحدة التي ما زالت تراقب الوضع داخل مدينة تعز منذ 3 سنوات ولم تحرك ساكنا حتى اليوم. هناك أيضا رسالة يجب أن تصل إلى مجلس الأمن، وهو تنفيذ كافة القرارات التي اتخذت في الفترة السابقة، منها القرار 2216 بسحب الأسلحة وتسليمها إلى الدولة. هناك أيضا رسالة للمنظمات الإنسانية أن هناك منفذ لمدينة تعز ويجب عليها أن تقوم بدورها وإدخال الإغاثة والأدوية إلى هذه المدينة المنكوبة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة ريهام البدر الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وأيضا مشاهدينا الكرام، يعني كما تابعنا أوضاع العيد في تعز وفي صنعاء، وربما هو حال مصغر لجميع محافظات اليمن،
اليمنيون قادرون على صنع البهجة وخلقها حتى في أسوأ الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وضع الحرب، الوضع الأمني الاقتصادي الأسري أيضا، خاصة بغياب العديد من أفراد الأسر التي غيبها ربما الموت أو المعتقلات. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الأستاذ حسين الصوفي، رئيس منظمة صدى الإعلامية. مساء الخير أستاذ حسين. أهلا وسهلا أستاذ آسيا، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وكل عام أنتم بألف خير. وأنت بألف خير والصحة والسلامة. بداية أستاذ حسين، نود منك أن تنقل لنا أجواء العيد في اليوم الأول في مأرب. حقيقة ربما وضع مأرب هي المحافظة ربما قد تكون الأولى في التي تخضع للشرعية، من حيث أن هناك استتباب الأمن، وحيث هناك حضور للسلطة المحلية لأجهزة الدولة، حضور فاعل لكل مؤسسات الدولة بكل تفاصيلها، وبالتالي كان العيد انعكاسا لهذه التفاصيل، يعني لهذه الأجواء التي ساهمت في توفر ربما هي البيئة التي ليس فيها المنقصات لولا ما تقذفه ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر من مقذوفات وصواريخ تستهدف به الحياة المدنية. نعم، بطبيعة الحال تقبلوا تعزينا أستاذ حسين في استهداف عدد من الجنود التي لم يعني تتوانى ميليشيا الحوثي بقصفهم في اليوم الأول أثناء صلاة العيد بمدينة الصرواح، ونود منك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الحادثة. هي جريمة بكل المقاييس، وهي جريمة ربما جريمة جنائية، جريمة أخلاقية، جريمة دينية، سميها ما شئت، لأنها تأتي في هذا الأيام، في هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم يوم العيد الذي ينتظره المسلمون ربما بكثير من الاحترام، بل بالاحترام البالغ، لكن وهذا ما دعا ربما الجنود اليوم أن يقوموا أو يؤدوا صلاة العيد، رغم أن هناك احتياطات بالغة توليها قيادة الجيش في المواقع العسكرية. نعم. بعد أن حدثت الحادثة التي كانت في صلاة الجمعة في الشهر الماضي، لكن هذه ربما الروح التسامح عند الشعب اليمني وحتى منهم الجيش حاولوا أو ظنوا خيرا في أن ربما يستطيعون أن يقيموا صلاة العيد، لكن هذه الميليشيا الإجرامية لا تعرف عيدا ولا تعرف ولا تحترم لا دما ولا تحترم إنسانا ولا تحترم يعني أي شعائر، سواء كانت شعائر إسلامية أو حتى يعني تقاليد أو أعراف الشعب اليمني، وبالتالي قامت بإطلاق الصاروخ وفقد اليمنيون 7 من الشهداء رحمة الله عليهم وتعازينا لأسرهم وكثير من الجرحى، وهي جريمة من الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني. نعم، كيف تفسر اقتناص مثل هذه اللحظة أستاذ حسين؟ يعني مصلون في يؤدون صلاة العيد آمنون، ومع ذلك يعني تنزع من هذه الميليشيا أدنى مشاعر، يعني ولا كأن هناك يعني يمنيون، ولا كأن هناك عيد، ولا كأن هناك يعني هناك عداوة وحقد غير عادي أن تسلط قذائفك على جماعة من المصلين يؤدون شعيرة إسلامية بكل أمان. هو لو عدنا لتفاصيل الحروب أستاذ آسيا، وهي مثلا في العادة في الغالب في أي حرب الحروب هدفها ربما الاستيلاء على أو الانتصار على الطرف الآخر يعني، لكن هؤلاء لا يريدون الاستيلاء ولا يريدون ربما الانتصار، هم يريدون القتل من أجل القتل، يفعلون ذلك ويظهر ذلك من خلال استهدافهم للمصلين، سواء كانوا في حرمة صلاة العيد أو صلاة الجمعة كما فعلوا، بغض النظر كانوا جنودا أو غير جنود، لكن هؤلاء يقتلون اليمني، يقتلون اليمني، يقتنصوا اللحظة التي يعيش فيها الناس،
التي يحاول الناس فيها أن يعيشوا مثل هذه الشعائر التي ربما هي من أهم وأقدس الشعائر لدى المسلمين، يعني هو عيدين في العام يومان فقط. هؤلاء حاولوا ورصدوا عن سبق إصرار وترصد، وهي كما أشار المخلوع بين الحين والآخر أن لديه مخزون استراتيجي من الصواريخ. هذه الصواريخ تقتل أبناء الشعب اليمني، يعني حولت يعني فرحة أطفال هؤلاء الجنود الأبطال البواسل الذين كانوا في الجبهات، حولت هذا العيد إلى مأتم، إلى عزاء. نجحوا هؤلاء في أن فعلا أن يخيفوا وأن يفجعوا الأمهات والأبطال والأطفال في بيوتهم. هذه حربهم، يعني حربهم يقتلون الشعب اليمني. هم يسعون ويعملون بكل ما أوتوا من قوة، بكل ما أوتوا من ربما من 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 براعة في ومهارات تدربوا فيها خلال جيش لمدة أكثر من 30 عاما، وعفاش المخلوع ومعه الحوثيون بخبرائهم اللبنانيون وغيرهم، حاولوا أن يجمعوا هذه القوة كلها من أجل أن يذبحوا الشعب اليمني. مثل هذه الذي حدثت اليوم من كارثة ومجزرة بشعة، يجب على كل من لديه ضمير حر في العالم أن يعني أن يدين هذه المجزرة، وأن فعلا أن تحرك لديه ضمير، لأن هذه فعلا انتهاك، ليست انتهاك للحرب وليست انتهاك لما يجري الآن تحت الطاولات من مساومات ومفاوضات وغيرها من التي ربما بدأ يتحركها المبعوث الدولي، وليست انتهاكا للأعراف وقوانين الحرب التي يعرفها العالم والتي سنها ربما المؤسسات والمنظمات الدولية، لكنها انتهاك أيضا لقدسية هذا اليوم، انتهاك للشعائر الإسلامية التي يعيش المسلمون اليوم في كل أنحاء العالم هذا اليوم، ربما بشيء من الأمن والسلام، برغم أن فيه كثير من المواجع والآلام، إلا أن هذه الجماعة الإجرامية الإرهابية تعمدت أن تطلق صاروخا على أناس، على مصلون، على مسلمون يقيمون شعيرة صلاة العيد، ففلحت في أن تهدي أطفالهم وأبنائهم وأمهاتهم، يعني جسد أو أجساد أبنائهم جثامين. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لهم القبول في الشهادة. أسألك على خلفية ذلك أستاذ حسين، يعني تم الاعتداء على مراسل قناة بلقيس الزميل خليل الطويل، وأنتم قمتم ببلاغ إلى إدارة شرطة مأرب بخصوص هذا الاعتداء من قبل سعد الجرادي والمسلحين المرافقين له، حدثنا عن تفاصيل الحادثة أكثر. هو الزميل خليل ربما كان في نهم نجاة ربما من قصف كان استهدف الزملاء الذين كانوا معه قبل أشهر، وربما تتكرر وتتوالى عليه النكبات والمصائب، وهذا ربما من حسن الحظ لقناة بلقيس. لكن ما حدث أن الأخ سعد الجرادي هو كان من ضمن أقارب الشهداء الذين ارتقوا في هذه الحادثة، كان متوترا للغاية، لكن لم يكن عمله مبررا على الإطلاق. يعني هو قام بالاعتداء على خليل يحاول نقل الصورة، خليل يعمل عمله ويؤدي وظيفته، خليل يقاتل كما يفعل كل المراسلون الصحفيون، كما يفعل كل إعلامي يقوم بنقل الصورة بعمله وواجبه وأدائه المهني ربما، يعني على وجه الأكمل. لكن الذي حدث أن الأخ سعد الجرادي اعتدى عليه، القوات الأمن في المستشفى قالوا نحن نعرف خليل وهو صحفي وأبرز بطاقته الصحفية، لكنه استمر في الاعتداء عليه ثم استمر في تهديده. نحن قمنا بالتواصل مع قيادة السلطة المحلية واستجابوا مشكورين، أيضا أبلغنا الجهات الأمنية، و ربما يعني غدا ربما ستحل الأمور وسيحال الأخ سعد الجرادي، لأنه انتهاك صارخ لعمل الأمن، ثم انتهاكا أيضا أكبر لعمل وعرقلة أداء الصحفيين، لأنك أنت أنا كصحفي أساعدك وأنقل لك أنقل هذه الكارثة وهذه الجريمة أنقلها للعالم، فلا يجوز أن تؤذيني أنت مرتين يعني. نعم، إذا يعني ما مصير أستاذ، يعني أنت قلت غدا إن شاء الله ستحل المسألة، هذا بالنسبة يعني تفاعل الجهات المعنية، ولكن ما مصير السلاح المنفلت لدى بعض الشخصيات في مأرب والمجاميع المسلحة التي تحيط بهم؟ هل ما زال الأمر يعني كما هو، أي جماعة لديها أسلحة تستطيع التحرك ببساطة؟
الذي حدث أنه كان هناك مجموعة كما ذكرت أن الحادث الأخ سعد الجلادي هو يتحمل المسؤولية لأنه هو الذي كان يدير من بجواره من الذين كانوا من أسر الضحايا. يعني الحادثة كانت نتيجة التفاعل والقيظ الذي أصيبوا به الناس والفجعة التي حدثت لهم، يعني وهم معذورين في هذا الجانب، لكن التصرف الذي قام به الأخ سعد الجلادي تصرف مرفوض وغير مقبول على الإطلاق. لكن في مأرب الأجواء ربما تكاد تختفي فيها المظاهر المسلحة لو وجود يعني كل هذه الكثافة من القوات الأبطال الجيش الوطني الذين هم الآن أصبحوا يتواجدون بكثافة، حيث أن مأرب كما نعرف جميعا أنها حياض ومنبت الجيش الوطني، وأيضا هي ربما العاصمة الفعلية للجمهورية بحق وحقيقة، لأنه نزوح اليمنيين وبما فيهم الصحفيين والإعلاميين لأنها هي الحاضنة الآمنة اليوم. فبالتالي الحركة المسلحين وغيرها باتت اليوم مضبوطة، وهناك حضور مكثف، وأستطيع أن أقول أنه حضور قوي وقوي للغاية لمؤسسة الدولة، هي الحاضر هي الفاعل. وكما فعلنا اليوم قمنا بالتواصل مع الجهات الأمنية وأبدوا يعني استجابتهم بشكل عاجل، وهم الآن يعني غدا سيتم النظر في القضية لدى الجهات الأمنية. إذن أستاذ حسين، يعني سأعود إليك لتحدثنا أكثر عن تفاصيل أجواء العيدية في مأرب، ولكن بعد أن تنضم إلينا أيضا السيدة وردة السيد رئيسة مؤسسة يدم بيد للتنمية من محافظة عدن. مساء الخير أستاذة وردة، وكل عام وأنت بخير. أهلاً، مساء النور عزيزتي، كل عام وأنتم بألف خير وعافية إن شاء الله، وشعبنا اليمني بألف خير وصحة وفي أمن وأمان إن شاء الله. آمين، اللهم آمين. عدن عدن فيها الهواء ملون وعيد عدن مختلف، حدثينا عن تفاصيل العيد في مدينة عدن الحبيبة. أكيد تعتبر مدينة عدن هي مدينة الأمن والسلام، هي المدينة الحاضنة لكل الفئات المجتمع، هي المدينة الحاضنة للسياحة للأمن والأمان. عدن يتميز عيدها بالسماحة بالحب بالترحاب لجميع ضيوفنا الواصلين من جميع المحافظات إلى محافظة عدن، لبحر عدن وسمائها وهدوءها ولشعبنا أو للشعب المضياف العدني. نعم، هذه حقيقة أستاذة وردة. ونود أيضا أن تحدثينا عن يعني كيف مر العيد، يعني على الظروف المعيشية التي نعرفها، على خلفية ما مرت به عدن من آثار للحرب. هناك لابد من ذكريات يتم استعادتها، خاصة من فقدوا ذويهم. هناك أيضا بروز للحظات جميلة يستطيع اليمنيون اقتناصها وعيشها بجمالها. أكيد ما زالت محافظة عدن تتعافى، ولكن تتعافى بصعوبة نتيجة المعاناة التي عانى فيها شعبنا أو شباب عدن نتيجة معاناة الحرب التي خرجت منها هذه المحافظة، المحافظة الباتلة. لا زالت الذكريات رغم مرور ثلاث سنوات على الحرب العدوانية على محافظة عدن، لكن لا زالت الذكريات مرتبطة فينا. كل حارة وكل بيت وكل أسرة فقدت شهداء، إن لم تفقد شهداء ففي كل بيت وفي كل أسرة جريح لا زال يعاني من آثار جراح هذه الحرب. ولكن مثل ما قلت لك، يعني ما زلنا نحن نحتفظ بالسماحة، ما زلنا نحتفظ بحبنا. وكمان يا عزيزتي، نتيجة الظروف التي ما زال يعاني منها المواطنين في محافظة عدن، المواطنين أكثرهم بدون رواتب، يعني لا رواتب لا معاشاتهم، والكثير منهم معتمدين على الدخل الحكومي، ليس لهم إلا هذا الدخل. الرواتب لم تصرف إلا ليلة العيد، فما بالك كيف بيعانوا فيها المواطنين في عدن. ولكن الحمد لله الأمور ماشية إن شاء الله. نعم، ماذا عن يعني وعود رئاسة الوزراء بصرف الرواتب، خاصة يعني وأنه كان هناك إشكالية في مسألة هبوط الطائرة إلى عدن، طائرة الرواتب، وقيل بأنها يعني وصلت وبأن الرواتب ستوزع قبل العيد مباشرة، هل حدث ذلك فعلا؟ أولا عزيزتي، نحن نعتب على رئاسة الوزراء الدكتور بن دغر، نعتب عليه عتب كثير، وهذا من جميع محافظين، من جميع مواطنين محافظة عدن نحن نعتب عليه. أنت تعلمين عزيزتي أن المواطنين في عدن يشكلون نسبة 90% كلهم موظفين في الجيش وفي الأمن. للأسف الشديد رواتبهم لم تصرف إلا ليلة العيد. تخيلي ليلة العيد تصرف، وحوالي كم معنا مجندين، كم منتسبين إلى الجيش والأمن، بعضهم لا زالوا في الشوارع، بعضهم لا زالوا في الميادين، بعضهم لا يزالوا في الطوابير إلى ليلة العيد، إلى فجر العيد صرفت لهم رواتبهم.
لماذا؟ لأنه لم يكن هناك ترتيب، لم يكن هناك تنسيق. الطائرة تقريبا كانت حلقت في سماء عدن لمدة 3 ساعات، ولا نعلم ما هو سبب رفضهم نزول هذه الطائرة لصرف رواتب منتسبي الجيش والأمن في محافظة عدن. الناس تعاني في محافظة عدن بسبب الرواتب. نحن في محافظة عدن معتمدين على الدخل الحكومي، ليس للمواطنين أي دخل غير هذا الدخل الحكومي الذي يأتيهم شهريا، وهذا الذي احنا معتمدين عليه في محافظة عدن. نعم. إلى ليلة العيد تصرف الرواتب، ما هو من عيد؟ نعم. وأي عيد يكون للمحافظين؟ صحيح. يعني ليلة العيد وهم بندقر يعطي تصريحات أنها تصرف الرواتب، ولماذا لم يكن هناك تنسيق لتصرف الرواتب ما قبل العيد؟ لماذا المفروض أن الرواتب تصرف للمواطنين قبل العيد على الأقل 10 أيام؟ أنت تعرفين هذا عيد احتياجات. نعم. متوسط الأسرة العدنية من 7 إلى 8 أفراد، عندهم أطفال، عندهم مسؤوليات، وليس لهم أي دخل في هذا فيما يحدث في محافظة عدن. عدن الآن تمر في مرحلة التعافي، إذا ما دامت عدن في مرحلة التعافي لماذا لا تصرف رواتب موظفي الدولة ورواتب منتسبي الجيش والأمن إلى ليلة العيد؟ تصرف رواتبهم، هذه مأساة يعاني منها. إذن يعني بدورنا أستاذة وردة، نعم، أتمنى أن يصل عتبك لدولة رئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأن تستجيب الجهات المعنية، وأن تتنبه لمثل هذا الأمر في المرات القادمة، وبسرعة أيضا يعني تسليم الرواتب للمواطنين. شكرا جزيلا لك وردة سيد، رئيسة مؤسسة يد بيد للتنمية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك أستاذ حسين، وربما نعود لأجواء العيد في مأرب، كيف تم قضاؤه في أول أيام خاصة بتأثير الوضع المعيشي للناس في مأرب؟ وطبعا ربما نكتفي، يعني الأوجاع والجراح كلها واحدة، وربما القصور الذي شكت منه الأستاذة وردة من عدن ربما هي نفسها التي يشكو منها الناس هنا في مأرب والشعب اليمني كله. ربما لم نعد ندري هل نلوم أكثر الحكومة أم أنها ليس بيدها شيء، يعني تفاصيل وتعقيدات الوضع اليمني فعلا تجعل الناس فعلا يقبلوا ويكتفوا ويرضوا بالقليل. يعني هنا ربما أغلب حسب تواصلنا ولقائنا مع كثير من الزملاء اليوم والناس هنا في مأرب، كان الناس يصنعون ويكسرون يعني حالة الحرب ربما، ويوزعون الابتسامات ويتبادلون التهاني رغم ما حدث. يعني من هناك لا رواتب لدى الجيش والأمن حتى اللحظة، لا رواتب لدى الموظفين حتى اللحظة، لكن الناس حاولوا فعلا أن يعيشوا العيد بتفاصيله. مأرب كما ربما تعلمون هي من المحافظات التي عاشت حرمان طويل جدا في عهد علي عبد الله صالح، وهذا ما ذكرته اليوم، ذكرت أن هناك في مأرب ربما عقوق ربما حتى اليوم اللحظة، يعني الدولة إلى الآن لم تقم بدورها باتجاه هذه المحافظة التي احتضنت الجمهورية والتي ربما أدت دورها بشكل كامل وكانت تسد المنع للجمهورية، لكن للأسف الشديد لا يزال هناك قصور كبير جدا من قيادة الشرعية في الاهتمام بمحافظة مأرب. لا تزال الميزانية موازنة السلطة والمكاتب التنفيذية هي ذاتها، مع أن كل البيانات السلطات المحلية هنا في مأرب تقول أن الطاقة الاستيعابية للمدينة كانت 150,000، اليوم مأرب تحتضن أكثر من 2 مليون حسب إحصاءات بعض أطراف السلطة المحلية، فبالتالي لا يستطيع الناس أن يقضون مثلا أن يخرجون إلى حدائق لا توجد سوى حديقتان لكنها مكتظة إلى حد بعيد، فبالتالي يعيش الناس هنا تفاصيل العيد مع هذه الأجواء التي ذكرتها الأخت وردة، ربما الحال واحد للشعب اليمني في جميع المحافظات. نعم أستاذ يعني حسين، ماذا عن يعني هناك حديث عن ارتفاع الأسعار، مسألة التنقل والتواصل أيضا بين المناطق خصوصا في ظل الأوضاع الدائرة، حدثنا عن هذه الإشكالية بين المحافظات. هناك فعلا هناك استغلال ربما من كثير من الانتهازيين وربما السفر والتنقل بين محافظة وأخرى إذا كنت تقصدين ذلك، فهناك فعلا استغلال في ظل هذه الفوضى، وأعتقد أن هناك حلقة مفقودة. يعني أعتقد أن هناك ربما إن تحدثنا عن الشرعية فمشاكلها كثير، ونحن نقدر أنهم يمرون في وضع صعب للغاية، ونحن نعرف التعقيدات الدولية، لكن نحن طالبنا ودعونا الأخوة الحكماء أن يعني الحكومة أن
أن ربما أن لو خصصوا لهم مكتب مصغر يعني خلية أزمة يعني في كل أنحاء العالم، حتى في المدارس الابتدائية إذا كان هناك اختبارات للطلاب في وضع استثنائي هناك كنترول يعني خلية أزمة تدير المدرسة، فكيف بالحكومة؟ يعني الحكومة لا تزال تدير يعني أمورها كأنها في شكل طبيعي، وهناك رئاسة وزراء وهناك حكومة، يعني الأصل أن هناك مكتب مصغر، هذا المكتب المصغر هو الذي يدير شؤون الناس خاصة القضايا الحساسة التي ربما مثل شؤون القضايا الجرحى والشهداء، قضايا المختطفين والقضايا الإنسانية، قضايا الإغاثة، القضايا السياسية، هذه تحتاج إلى مكتب مسقر. نتمنى ونأمل من الحكومة أن تعمد إليه بشكل عاجل، لأن وضع الناس الإنساني لم يعد يحتمل كثير من المشاكل. نتمنى أن تصل مثل هذه الرسائل في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك حسين الصوفي رئيس منظمة صدى الإعلامية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، ولكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.